السلام عليكم، مساءكم سعيد و مرحبا بكل المنتمين الجدد لهذه القناة المتواضعة، كما نحيي جميع المنتمين لهذه القناة المتواضعة التي وضعوا فيها الثقة ديالهم. ودائما تتسني نحن في الميدان يا حميدان بدون انقطاع، بدون توقف، sans arrêt, sans discontinuité. لا discontinuité في المات، حنا راه كنا تنديروا الرياضيات بكالوريا في علمية فعلا في 80، راه عارفين يعني التدريس كي كان والبكالوريا كي كانت انذاك الى اخره، ماشي هذا هو المشكل. المهم مساءكم سعيد، لا بد ان نطل عليكم من اجل التنوير، من اجل كشف الحقيقه، من اجل يعني الكشف عن الثغرات، العيوب، الثقوب، التجاوزات، الاختلالات، النواقص، القصور، التحراميات والتشهليب. هذا هو المشكل. لا قدروا يصحوا الاخطاء ديال الانظمه السابقه والمراسيم السابقه الجائره، كيف سيقومون ب يعني تصحيح التهريب والتحراميات؟ ومن شب على شيء شاب عليه. اذا بلا ما نطول عليكم، نعود هذا المساء، لان خلاني تنضحك بعض الفئران ديال التجارب الجيردان بداوا يخرجون من الجحور ديالهم. وصلهم الصهد، وصلهم الصهد، وصلهم الصاد، بداو تيترنحوا، وخصوصا بعض واحد الكومونتيرات تنعرف انا الابعاد ديالهم الى اخره. فتيسحبني بحال انا اللي درت ليهم هذا الشيء، انا اللي ناخذ لهم الحقوق ديالهم، ولا تنزيد ولا تنقص الى اخره. في حين نحن خاصهم يشكرونا بحال هاد الزلم، كما تيقول لك المتقوب والمتقوبه هو اللي فيه النوبه. مع احتراماتي للاحرار والحرائر، شوف على هادو راه نتسيب عليهم، نتسيب عليهم، ما كاينش، كاين ادوار 120، ماشي مشكل. سمحوا لينا دائما الاحرار والحرائر يسمحوا لينا بزاف. وتنحيي جميع الاخوان اللي تيديروا شي كومونتيرات اللي فعلا تيشجعوا الناس باش يزيدوا لقدام، لان حنا تنوضحوا الواضحات. يقول لك الواضحات، شرح الواضحات من المفضحات. المهم ان داك الشيء اللي كنا تنقولوه تنعرّوه عليهم هما وصلوا عليه. هذا الشيء اللي كاين في القانون المالي هو داك الشيء اللي كنا تنقولوه. هادشي اللي جا القجع فرشخهم، فرشهم هذاك اصحاب الفرشق، هذاك فرشق عرضي بلدي حرش. حرش، ماشي بحال الزغينينه ديال اخ النوش، ولا تيخرج الهضر من لا غاليغو، تيهضر من لا غاليغو، تيغلغل عليهم ما فهموا والو. او تسيب عليه، شكون تسيب عليه؟ تسيب عليه الكابر بالله ديال الكراطه حتى تيهضر يا صاحبي ناري، وكون غيدير داك الشيء في الصالح ديال الطبقة المسحوقة المحزوقة. ترى ما صيبك أحلى، وتصيف عليه داك بوانو تاو، تصيف عليه. ولكن هذاك التصيفة ديالو فيها الريحة ديال بن كيران، فيها الريحة ديال بن كيران، ومزيدين القدام، ماشي مشكل. كان واحد الإشارة شارليا اللي تؤكد هادشي اللي قال، اللي قلنا اللي ما يستافدوش. وهو هما قال لك زيد المهندسون 11422، المتصرفون 31000، وكاين ثاني المحررون، تقنيون المحررون 24000، وبالاضافه الى قال لك الى الوظيفه، الى قطاع الوظيفه العسكري. انتم ما تعرفوا ان قطاع الوظيفه العسكريه راه مش شحال واحد زادوا،
تيتزادوا شحال من خطره تيتزادوا هما وحدهم، هما الناس حين عندهم ريجيم ديالهم بوحدهم. راه شار ليه بوانو بغى يلاقي ليه السلك معاهم، قال لي هذوك راه مزديهم الخزنيه. يا إله إلا الله. إذا نزيدو نوضحو أكثر باش ما ندخلش مع هذوك الزلال من الآخرين، غادي نزيدو نوضحو أكثر، نوضحو واحد الأشياء. الآن اللي قلت لكم أنا قبل هو اللي كي غادي يكون دار. قلنا لكم كاينين إجراءات أخرى، قالوها شنو هما لي الإجراءات؟ يعني دي بروسيدور، ماشي قال لك أوغمونطاسيون دو سالير، كاين فرق كبير. قالها السي القجع البلدي والرومية، هذيك الرومية بدات بالفرنساوية، فرانسيس بدات على فرانسيس توريهم واش كاين، اش داروا في القانون المالي ديال 23. ماشي مشكل، القجع بلدي، بلدي حرش بدا عليهم يقاد فيهم، قال لهم اجي نقول لك واش كاين، بالك تقولوا لي ذاك اشكاليات اللي طارت، قال لك بعض الاشكاليات التي تم اثارتها، انتم واش كاينين هنا ولا لا؟ هذوك قال لي جلسنا نهار 30 ابريل، داك الشيء اللي قلنا لكم، وداروا جوله واحده اولى، وداروا الزيادات اللي قروها وفرقوها لهاد السنه والسنه الجايه، زياده في اجراء داك في السميك وفي السماك وفي داك الاجراءات اللي داروا، وكل شيء غادي ينزلوها خلال هاد السنه والنصف السنه الثانيه، ماشي مشكل. وبغيتي يزيدك ثاني، انت كاين هنا ولا ما كاين؟ خارج عن هذيك الزيادات اش داروا؟ داروا دي دوتغ بروسيدير، ما كاينش، ما يمكنش ليها دوكا مثلا الحكومه كاع هذا سخاء فيها في شهر 4 يعني غادي دير لك زياده، ودركا غادي دير لك زياده اخرى، هذه راه ما تدخلش العقل اصلا، ما يمكنش ليها ديرها. فهذيك القضيه اللي تيجو تيقول لك حنا راه درنا معاهم زياده في الاجور، راه القجاع خرج وقالها ليهم، قال لهم ما كاينش، ما اتفقناش على الزياده في الاجور، الزياده العامه في الاجور يعني المعترف كيفاش تتكون، مثلا تتكون زياده عامه للجميع الاجراء والموظفين دائما باستثناء المتقاعدين ساكن، هذوك يعطيهم تشي نمي، تقول لك متقاعد هذوك صافي يمشي يلعب دامه ولا يمشي للجامع، يمشي يحضر الجامع تيزيد تيولي فركل. من 97 تقول شي حزب ولا شي نقابه من النقابات اللي تقول لك عتيده، ما عمرهم هضروا على شي متقاعدين، صافي غير تتقاعد تتخلصوا منه بلا ما نقول شي حاجه اخرى، ماشي مشكل. المشكله اللي كاينه دابا كاينه زياده راه مزادوها بشهر 4، تيقول لك زياده من راس الاحمق كاينه زياده لهم يا حزام، قال لهم كاينه اجراءات اخرى من اجل تعديل او مراجعه الاجور، مراجعه الاجور ماشي هي الزياده في الاجور، وما تجوش تبداو ديروا حنا راه هاد القناه جي خلصلطني عليكم الله كيزلط هذاك الشيء اللي كاين اللي طير لا يا ديال الفينونس ولا ديال التشريع، غادي نقول لهم اش كاين، راه افاصيل نقطه قاطعتين الى اخره، قطعوا لك الحس في القانون، رد بالك تكون تقرا شي حاجه يكتبوا لك شي حاجه، رد بالك راه حنا شحال دوزنا معاهم هاد الشيء ودوزنا فهم لك حل. العفاريت ديال العفاريت الجيول اللي طلعوا مجنون هما دوك صحاب لي كونتونسي وكنا وتنزبروهم ماشي مشكل. هما اش قالوا في اللي اتفقوا عليه؟ هضروا دركا سيريوزمون، اللي اتفقوا عليه وهو مراجعه الاجور، هادو اللي خرجوا مؤخرا تيقول لك اودي حنا زياده في الاجور، وحنا قلنا لهم زياده في الاجور، اتفقنا معاهم زياده في الاجور الى اخره ديال 30 ابريل، زياده في الاجور هي اوغمونطاسيون دي سالير، تتعرفوها يزيدوا يعني اوغمونطي، اوغمونطاسيون دي سالير
هما قال لك عندنا مراجعة الأجور. مراجعة الأجور شنو هي المراجعة؟ هي الريفيزيون، بحال المراجعة اللي تديروا التلاميذ ديالكم، تدير لهم غير المراجعة، ما تديروش لهم الدروس، راه باش تدير الدرس ماشي هي تدير المراجعة ديال الدرس. ريفيزيون دي سالير. واحد الآلية، بواحد الآلية أو واحد الإجراء أو واحد القرار، كيما بغيتو تسموه، إجراء بروسيدور دوطخ بروسيدور افيك إن أوطخ بروسيدور أو دوطخ بروسيدور بإجراءات أخرى. وديما هما راه كانوا تيشيرو حيت دوكا كاين اللي ما تيتبعش مزيان ما تيديرش، حنا فاليين معاهم الناموس من حطو قدامهم من حطو مصاصاتهم على ذوك الكراسي وحنا تابعينو تنفلوش، وراه 16 ساعة اللي تنخدم في النهار 3 سنين ما بفاكش معاهم تنشد حقي اللي غادي اللي نفك منهم. قال لك الإنسان إن لم تشغله شغلك، انسان ان لم تشغله شغالك. انا راه ما بتفكش معاهم على هاد الزقلو اللي جاي خارج تيقول لي صاحبني انا اللي تندير هادشي. يا ربي ماشي مشكل، داك الكومونتير اللي قال دارت لي انا واحد الكومونتير طار، رجعت لقيته زاد في حالاتو، خوا الطريق خوا السيكتور. اذا قال لك كاينه ريفيزيون دي سالير افيك دوطخ بروسيديور، بحالاش؟ بحال اميليوراسيون دي روفوني. لي روفوني ماشي هما لي سالير، لي روفوني الدخول اللي تتخضع الضرائب، الضريبة يعني الدخل. إذا هذا الإجراء اللي داروه بحال هنايا في التخفيض الضريبي هو إجراء ماشي زيادة في الأجور. فاللي تيهضر باقي ما تيميزش بين الزيادة في الأجور ومراجعة الأجور وتحسين الدخل بإجراءات مثل التخفيض الضريبي، مصيبة كحلها. كيفاش غادي يجلس هو باش يتفاوض وغادي يفهم مع ذاك؟ علاش انا دائما كنت نشير في فيديوهات تنقول لكم اللجان اللي تيقولوا لها متساويه الاعضاء تنقول لها غير متساويه الاعضاء، لان في فض النزاعات ديري المدير يدير فض النزاعات والشؤون القانونيه، يعني الدوله عندها من الامكانيات باش توظف يعني مستشارين ديال الخبراء ديال الخبراء في التشريع والقانون. اللي تيكونوا في اللجان، وانتم راه عارفين اللي تتفاوضوا نيابة عن الشغل. مع احتراماتي ليهم، وكاينين حتى هما راه تيدخلوا تلاقينا مع شي اخوان تيكونوا مجازين في القانون الى اخره، ولكن بعض الخطرات راه تيكونوا شي وحدين، ولكن ما كان يعني الصدفه لقاو روسهم تما، ولكن مع الممارسة واحد تيدير غا مع الممارسة إلى آخره، ماشي بحال واحد اللي طيح دروسو في هذاك الشيء ديال، نتوما عارفين الدولة راه عندها إمكانيات باش دير. إذا غير متساوية الأعضاء، تقدر تكون متساوية الأعضاء في لو نومبر، أما في الكفاءات لا أظن. هذا بوان دو في ديالي أنا، بوان دو في. إذا زيادة في الأجور ما داروهاش، داروا ليهم مراجعة الأجور. بحال دابا شي واحدين دابا من تيخرجوا تيقول لك زيادة في المعاشات، متقاعدين مبروك، صار خبر صار للمتقاعدين إلى آخره، يمكن حتى حاجة. كاين واحد الجزء ديال 5% لواحد الفئة اللي تقاعدوا في لا سينيسيس ماشي في القطاع العام من 2019 وما قبل. حتى في لا سينيسيس اللي تقاعدوا بعد 2020 ما كاينينش. ولكن هما ملي تيهضروا بنادم كي تيشوف هذيك تيصحاب كل شيء، من تيدخل تلقى ما كاين والو، حنا فاهمينو تيبقاو يروجوا المغالطات. حنا هذا الشيء علاش في هذه القناه نكشفوا هاد الالاعيب،
هذا التدليس ديال الحقائق، هاد المراوغات سينتي فينتي، حنا غنديرو ليك سينتي كورينتي، ديرو ليهم الكورينتي هنا مزيان. اذا الاجراءات اللي كاينه كما قلنا، كاين المراجعه ذاك تخفيض الضريبه، هذا اجراء اللي غادي يهم اللي عنده 4500 درهم وما فوق، يعني تقريبا الثلث اللي غادي يهمهم. اذا هذه ماشي زياده في الاجور، وحنا تنقولوا دوله اجتماعيه وعندنا اوراش اجتماعيه والحمايه الاجتماعيه وتعميم الحمايه الاجتماعيه، اذا ما يمكنش هذا الاجراء ديال تخفيض ضريبي غادي يعطيك، يعني غيكون منصف وغادي يعني يستهدف الفئات الهشه. اذا خاص تكون اجراءات، وهذه الاجراءات قطاعيه ماشي لجميع القطاعات غيستافدوا منها، وهذه تتفقوا عليها كما انا، وما تنقولش انا تنقول اللي جا اللي يؤكد داكشي اللي قلنا حنا قبل، هادشي راه يتاكدوا السي القجع رسميا، واخا شار ليه رئيس الحكومه ما عرفش يفصلوا مزيان، ولكن القجع حين ترى حرشت هو بلدي غتعرف كيفاش يوصل المعلومه. امال هذيك هي المسكينه راه هضرتها مع الناس ديال يهمهم الامر، مستثمرين اصحاب الاملاك البنك الدولي الممولين الى اخره، هما اللي غادي يفهموا هذاك الشيء، هذاك الديسكور موجه ليهم هما، القجاع موجه لينا حنا وموجه. اذا هاد الزياده اللي هما تيقولوا مراجعه في الاجور، ما نقولوش حنا الزياده في الاجور باش ما نبقاوش نخلطوا، ما كاين الزياده في الاجور، اتفقنا عليها، اتفقوا عليها، كايناش زياده في الاجور، كاينه مراجعه الاجور لبعض القطاعات وماشي جميع القطاعات، وهذا الشيء تفاهموا عليه في شهر 5 شهر 4 30 ابريل، ويعطى واحد الاقتراحات نقابات هذيك الديزينيو، و14 شوتنبير كانت الجوله الثانيه، راهم قالوا لهم اش كاين، قالوا لهم اش كاين. اما انا اللي تنهضر عليه بحال هذا القجق ولا القجاوج عيشور اللي جا قال لي هذاك، راه ميني حاجه ميني تتخرج القانون المالي وتيتصادق عليه في المجلس الوزاري، ومن بعد تيتصادق عليه في المجلس الحكومي، وتيتعرض تيعرضوا رئيس الحكومه في البرلمان، غتيدخل باش يتناقش في البرلمان، ولكن يكون اكيد 100% ان عندهم الاغلبيه في البرلمان في المجلس المستشار، ما يدوزوا داكشي اللي بغاو، الا لا بغا لا كانت شي حاجه بغاو يكون شي تعديلات، غتكون شي تعديلات اللي هما موجدين ليها اصلا قبل، لا بغاو يديروا شي تعديلات، ولكن داكشي اللي غادي ينزل، داكشي اللي قالوه راه غادي ينزل، داكشي اللي قروه اللي اعلنوا عليه داكشي غاينزل، ما فيها لا الا ولا حتى. هذاك الشيء اللي غيكون في 2023 ما فيها لا الا ولا حتى. اذا هاد المراجعات الاجور اللي هي زياده في الاجور لكن غير مباشره انديريكت، ماشي مباشر، ماشي زياده عامه في الاجور تخص الجميع، هذه زياده مراجعه للاجور عباره عن زياده غير مباشره، راه غادي غتنعكس على الصالير ضروري، ولكن عبر اجراءات وتخص بعض القطاعات اللي شفناها هنا. هنا كاين الصحه، كاين التعليم، وكاين التعليم العالي، التعليم يعني التعليم وزاره التربيه الوطنيه والتعليم العالي، هذو بعدا هما كاينين هنا. اذا كيفاش هاد الاجراءات اللي تاخذوا؟ قلنا تخفيض ضريبي هذا كاجراء من اجل تحسين الدخل ومراجعه الاجور، ماشي زياده في الاجور. وثاني باش ربطوها باصلاح شمولي للقطاع، بالاصلاح خاصو يكون شمولي للقطاع، بحال مثلا في وزاره التربيه الوطنيه او في الصحه، نجو حنا نبقاو في وزاره التربيه الوطنيه وفي التعليم العالي،
هاد الزياده اللي زادوهم ديال 3000 درهم ربطوها لهم بالمراجعه ديال النظام الاساسي ديال الاساتذه الباحثين. ملي داروا ديك المراجعه في النظام الاساسي ديال الاساتذه الباحثين، تما غادي تزادت ليهم هذيك التعويضات وهذاك الشيء، تزادت ضافوها كتعويضات ولا شوف كيفاش ضافوها، تزادت ديك 4000، هذيك 3000 درهم مقسمه على 3 سنوات. دركا ولاو رابطينها بمراجعه الانظمه الاساسيه، هذاك الشيء اللي داروه واللي بدا به، اللي بدا به شكون؟ عفوا كرشي طيح لينا، هذاك الشيء اللي بدا به بن موسى في المراجعة هو كما كنت نقول لكم، كنت نقول لكم راه مراجعة، ما كاينش شي يعني بناء نظام جديد، جديد ما كاينش جديد، كاين غا النظام اللي كان ديال جوج صفر جوج 854 ديال 2003 وغيديروا ليه مراجعة ديالو بالزيادة أو النقصان، بالزيادة أو النقصان، تعديل ديالو بزيادة أو النقصان، تغيير تثمين، هذاك الشيء اللي كنت نقول في النظام الأساسي مراجعة. إذا هاد المراجعة ديال الأجور ربطوها بالمراجعة ديال الأنظمة الأساسية، وهاد الأنظمة الأساسية من تدير لها مراجعة راه أوتوماتيكمون تتكون فيها تحسين ديال الدخل عبر إجراءات أخرى بحال الترقية، بحال بزاف ديال الأمور، ترقية في الرتبة، ترقية في الدرجة، تعويضات، نظام التعويضات اللي غادي يدير إلى آخره، فتيديروا واحد الإجراءات هي اللي تتولي دير لك مراجعة ديال الأجور ديال الأجر ديالك بطريقة غير مباشرة. إذا تتفاهموا بأن ما كاينش هناك زيادة مباشرة في الأجور، وهي تخص فقط بعض القطاعات. وراه أشار أن يعني خارطة الطريق اللي دارها بن موسى راه عندها واحد الانعكاس مالي غيكون زائد على يعني الغلاف المالي اللي خصوه لهاد الاجراءات اللي داروا ديال مراجعه الاجور بالنسبه يعني للصحه والتعليم العالي والتعليم وزاره التربيه الوطنيه اللي حدوها في 9 مليار و188. وتم قال واحد شار واحد القضيه، قال لك بان رحنا وصلنا للحوار الاجتماعي، الحوار الاجتماعي كان ما تيوصلش، ما تيفوتش كاع الماكسيموم ديالو، تيوصل 14 مليار، 14 مليار يعني تيكون حوار اجتماعي، تيغطي حوار اجتماعي الكلفه ديالو. اذا قال لك عندنا حنا دوك راه رصدنا كاينه 9 مليار و188 درهم زياده على هذا الاتفاق ديال 18 يناير والمراجعة ديال النظام الأساسي وخارطة الطريق اللي دارها بن موسى مع الفرقاء الاجتماعيين، راه هي هذيك التغطية ديالتها هي شي 16 مليار ولا شوف شحال، ها هي غادي توصل هي لهذيك 14 مليار. إذا غادي نكون وصلنا لي نورم ديال الحوار الاجتماعي. هنا شير كما قلت المهندسين اللي ما غيكونوش، قال لك اللي ما غيكونوش، قال لك 11422، 31000 بالنسبه للمتصرفون غادي هادو اللي ما غيشملهمش داك، قال لك ثاني 24000 ديال التقنيون المحررون وزائد القطاع الوظيفه العسكريه، هادو هما اللي ما غادي يشملهمش فقط، اما الاخرين قال لك الان راه حنا غادي نوصلوا بهذاك الاجراء اللي داروا غيوصلوا تقريبا 26%، زائد هذاك الموظفين ديال وزاره التربيه الوطنيه اللي قال لك 273000 اللي غيستافدوا، غيوصلوا النسبة المئوية ديال المستفيدين من هاد مراجعة الأجور إلى 75%. إذا لكان هاد الشيء، هاد الشيء ما قاله وما أكده يعني مدير الميزانيات خلال هاد الميزانية ديال 2023، ولكن اللي تغنشر لي أنا أن الانعكاس المالي بالنسبة لوزارة التربية الوطنية وخارطة الطريق اللي دارت خلال 2023، لأن خارطة الطريق أنا باش نفهموا خارطة الطريق اللي دارت ديال التعليم هذه اللي دارت فهي تخص 2022 2026، وكل سنة القطاع ديال التعليم غادي ترتفع الاعتماد ديالو إضافي ب 12 مليار، الشيء اللي قالوا هادشي اللي قالوا، انا تنجيب لكم داكشي اللي قال
ما كاين شي وحدين تيصحابوني انا اللي جالس باغي نحيد هذا ونزيد ندخل هذا ولا هذا. تدخل ما تنخرج انا راسي راه ما لقيتش كي يدير لي ماشي مشكل. نضحكوا شويه. اذا الانعكاس المالي بالنسبه ل 2023 غادي يكون خفيف، يكون طفيف، ما غيكونش عنده واحد الثقل بالنسبه للميزان ديال 2023. تقول لي علاش كيفاش؟ لان هذا النظام الاساسي ما غادي يدفع حتى شو تنبير، اذا الكلفه الماليه ديالو غادي تغطي فقط غتخص غير 4 شهور الاخيره من شهر 9 حتى شهر 12. اذا 8 شهور غادي يمشي، ماشي بحال الاساتذه ديال التعليم العالي الباحثين، حتى هما راه استافدوا من مراجعه الاجور ولكن عبر يعني المراجعه ديال النظام الاساسي ديالو. ولكن هما الصحه، ولكن الصحه والتعليم العالي راه غيبدا المفعول ديالو، سرين المفعول ابتداء يبداو يتخلصوا ابتداء من فاتح يناير 2023. التعليم وزاره التربيه الوطنيه ربما حيت العدد كبير ولا شي حاجه فخلاوها 8 شهور. من بعد 8 شهور غادي ثلثين غيمشوا، يعني ما غتفعل حتى 2023 شو تنبير، يعني غادي يكون غير يعني التغطيه يعني الانعكاس ديال 4 شهور فقط، ولكن 24 25 داكشي غيولي هذيك الساعه الانعكاس كامل. اذا نقف عند هذا القدر ونعاود نرجعوا لكم من بعد ما كاين حتى شي مشكل. اذا ما تنساوش تبارطاجوا على نطاق واسع حتى تعم الفائده، بارطاجوا على نطاق واسع 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 شاسع، وتكثروا من اللايكات، عفوا تكثروا من اللايكات، ونضرب 120.